واخر شيء تربعت على عرش الدي جي اي هي الاف بي في 2021 بتوصل سرعتها احتمال 80 ميل في الساعه قريب 20 كانك طاير انت مثلا بالسماء وعم بتشوف هذا الاداء كلياته الكنترول هي بتحس حالك عم تلعب بلاي ستيشن مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ جبنا لكم بدرس جديد. انا اسمي محمود، بدرس تكنولوجيا ونتورك، واليوم صراحه في عنا درس كتير قوي، دي جي اي اف بي في. دي جي اي اف بي في اقوى درونات نزلت اخر شيء على السوق بعام 2021. صراحه هي من الدرونات القويه اللي بتقدر مثلا تطير بسرعه، بتقدر هي وماشيه بالهواء تتشقلب وتعمل يعني ابسايد داون، تطلع لفوق تنزل لتحت، تعمل دوران جوي هي وماشيه، فيها اكثر من مودز، فيها سرعه عاليه، فيها مزوده بشيء اسمه الجوجلز اللي هي النظارات تبعيتها من الاصدارات الجديده، بتحس حالك انك راكب طياره. وفي عندك مثلا شيء اسمه موشن كنترولر، هو اللي بيكون مثل تبعيد زراعه الطياره، فيه ياخذ لك اياها يمين ويسار وهيك شيء. الجويستيك جاي مثل ريموت كنترول، فانت اذا مسكته مثلا الريموت كنترول هيك بتحس حالك عم تلعب بلاي ستيشن. طبعا هي الدرون الاف بي في هي صراحه ما لها شاشه عن طريق النظارات الجوجلز، كانك طاير انت مثلا بالسماء وعم بتشوف هذا الاداء كلياته. واخر شيء تربعت على عرش الدي جي اي هي الاف بي في 2021. طبعا اذا الواحد بده يشتري هي الدرون، في ياخذ بس بيجي معها بطاريه واحده والكنترولر، وبيجي معها بس الطائره. اذا الواحد مثلا بده ياخذ شغلات تانية، مور كيتس، اذا بده ياخذ قطع تانية، فبهي الحاله بيوصي على شغلات اضافيه. الموشن كنترولر بيجي عندك تو باتريز، يعني بطاريتين. طبعا هذا الشيء كل واحد له كلفه. طبعا هي الطياره كتير كتير بتوطح بش، على قدر ما بتفز وتقعد وبتروح يمين ويسار وبتدور وكل شيء، هي الطياره صراحه معرضه كثير للانكسار. شركه دي جي اي عرضت عليكم انه في قطع تبديل لها، بس ولكن بكلفه معينه، ما في شيء ببلاش. سعر الطيارة، عندك بتاخذ الطيارة جويستيك تبعيتها مع بطارية واحدة بسعر 1299 دولار. إذا بدك تشتري بطاريتين وتاخذ معهم كمان شاحن بطاريات، هذا بيجي مالتي باتريز بهالحالة، هذا بيجي سعره 299 دولار. وطبعا إذا بدك تاخذ الموشن كنترولر كمان هذا بيجي سعره 199 دولار، يعني كل شيء لحاله له سعر. وإذا بتنكسر الدرون بتحكي مع شركة الدي جي اي بهي الحالة مشان يأمنوا لك طيارة تانية، يبعثوا لك بس سنجل درون. وطبعا بيجي سعر الدرون 739 دولار مع بطارية إضافية في حال عطلت الطيارة اللي عندك، بس درون سنجل درون بطارية واحدة وبدون نظارات. طبعا في عندك عدة أوضاع لموضوع الطيران، في عندك شيء اسمه وضع النورمال مود. نورمال مود هو الوضع الطبيعي العادي، يعني مثلا اللي بيكون موجود بكل الطيارات، يعني بتمشي على البطيء أو هيك شيء، وهو موجود بكل طيارات الدي جي اي. السبورت مود، هلا صراحة هي هون الحلاوة، السبورت مود صراحة بتعطيك سرعة عالية جدا بموضوع الطيران، يعني جريت، بتوصل سرعتها احتمال ل 80 ميل في الساعة، وعندك البطارية بتخليك تطير بالطيارة قريب 20 دقيقة في الجو. هاي الدرون مواصفات الكاميرا تبعيتها، أول شغلة عندك الكاميرا بفتحة 35 ملم الفوكال لينث تبعيتها، جيدة نوعا ما وكتير قوية صراحة بهذا الشيء، وبتدعم لك تصوير 4K 50 فريم بير سكند بموضوع التصوير، وبتدعم كمان 60 فريم بير سكند. وبمجال تصوير ال HD بتدعم عندك ال 120، بتدعم 160، بتدعم ال 50، بتدعم ال 60 فريم بير سكند. حاليا ال 24 فريم بير سكند ما له موجود صراحة بهي الطيارة، رح ينزل تحديثات كتير يعني بعد فترة، فبهي الحالة مجرد ما انه يحدثوا الطيارة بهي الحالة بينزل التحديث تبعيد 24 فريم بير سكند. وبمجال التصوير بتدعم لك شيء اسمه الجي بي اي جي 3840 على 2160. وهلا العالم عم بيحكوا على موضوع شيء اسمه انه ليش ما عم بتصور رو، صراحة موضوع التصوير تبعيد الرو احتمال يكون جاي بالتحديثات الجاي، فطولوا بالكم. الابرتشر تبعيد العدسة بيكون 2.8 اف، يعني نوعا ما معقول جدا بهيك عدسه. وعندك بمجال البيكتشر بروفايل بدعم لك شيء اسمه عندك الستاندرد بيكتشر بروفايل، وبدعم لك كمان شيء اسمه السين لايك دي، بمجال انه انت فيك تغير الالوان فيها عن طريق هذول البيكتشر بروفايل. موضوع السنسر، السنسر بيكون هو 1 على 2.3، وهذا بيكون السنسر نفسه اللي كان موجود بالمافيك ميني 2، يعني مقبول نوعا ما. طبعا هو صراحه عندك هذا السنسر تبعيده هو شوي صغير، فبهي الحاله انت بدك تصور فيها حاول ترفع الايزو، ترفعه تقريبا لل 800، فخلي الايزو او الاي اس او خليه 800 مشان يكون في عندك اضاءه وايضاحه بالالوان والصوره. روك ستيدي ستابلايزيشن، فهي الطياره هي بتطير، فبهي الحاله بتصير بترجع الصوره، فعن طريق هذا الاستابلايز بخليك تثبت لك الصوره مشان تعطيك صوره سموث، يعني ناعمه جدا مثل
حركة سينمائية أو هيك شيء يعني بتكون ناعمة جدا بالدوران وبالالتفافات تبعيتها. وعلى فكرة كمان إذا بديش حال الطيارة فهي الطيارة كتير كتير سلسة بموضوع أن أنت تفك البطارية وتحطها بالشاحن تشحلك ياها، بمقارنة بموضوع الدرونات اللي كانوا من قبل. في بأي حال كان في صعوبة وكان بدك تجيب جهاز شاحن كبير هيك دباجي خنزير صغير، في بأي حال بدك تمسكه وبدك تشحن فيه مشان يمشي الحال. بينما هي الطيارة يعني أعطت لك ميزة كتير حلوة إنه الشاحن بس بتشيلها وبتحطها بالشاحن هذا فبشحن لك ياها بأسرع وقت ممكن. نجي هلا للمساوئ. لا يوجد أوضاع الطيران اللايف تراك أو مثلا إنه فولون مي أو عندك الطيارات اللي بتدير حواليك أو مثلا بتلحقك الطيارة أو هيك شيء. نظام الكاميرا ثابت ما فيك تغير الكاميرا بنوب صراحة، وعندك الجمبل تبعيتها بيدعم بس إنه لفوق ولا تحت، ما فيك تركب عليها فلتر. في عندك نتوءات واضحة إذا بتلاحظ بموضوع العدسة ما تركب عليها فلتر، بدك تشتغل فيها بدون فلتر. وبس شكرا كتير انكم تابعتوني لهي الدقيقة، واذا كان حبيتوا هذا الفيديو بتمنى تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب وتشتركوا بهي القناة وتفعلوا زر الجرس يعني، ومثل ما قلت لكم زر الاشتراك هو كبسة بالنسبة لكم بس ولكن هو يعني لي الكثير. فشكرا كتير لكم وبشوفكم فيديو جديد. سلام.